اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على ما أفضلت من نعمائك وأسديت، ولك الحمد على ما أخفيت من آلائك وأبديت، ولك الحمد على ما قدمت منها وما أخرت، ولك الحمد على ما أعلنت منها وما أسررت في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. اللهم لك الحمد كالذي تقول، وخيرا مما نقول. لك الحمد بما حمدت به نفسك، وبما حمدك به أنبياؤك ورسلك. لا نبلغ منتهى حمدك ولا نحصي الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إياك نستعين وعليك نتوكل، وإياك نشكو وإليك نشكو، وإياك نرجو ومنك نفرق، وإليك نشكو وعليك نتوكل وبك نستغيث وفيك نؤمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا عائذون بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لك الحمد، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم بسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ما علمنا منها وما لم نعلم، ما علمنا منها وما لم نعلم. إلهنا أنت سيدنا ومولانا، لكل منا حاجة ومسألة، لكل منا حاجة ومسألة، وأنت الله الذي لا إله إلا أنت، تعلم ما في ضمائر الصامتين وتملك حوائج السائلين. ولا يخفى عليك شيء، ولا يخفى عليك شيء، ولا يعزب عنك شيء في السماوات ولا في الأرض. اللهم إنا نرفع إليك حاجاتنا، وأنت سميع الدعاء، أنت المجيب للنداء، أنت الكاشف للكربات، المجيب للدعوات. إلهنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجةً أنت تعلمها من حوائج الدنيا والآخرة لكل واحد منا.
هي لك رضا ولنا فيها صلاح في الدين أو في الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، والموت راحة لنا من كل شر. والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نستودعك ونستحفظك هذا البلد المبارك الذي اختصصته بأن جعلته مهبط وحيك ومشرقه ومشرق هدايتك ومارز الإيمان وموئل سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحفظه من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم إنا نسألك أن تحفظه بحفظك، وأن تكلاه برعايتك، وأن تحرسه بعينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ ووفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفق ولي عهده لما فيه الخير للعباد والبلاد، وفقهما لهداك، واجعل عملهما في رضاك، واجعل فيما يأتيانه ويذرانه الخير والنفع والبركة في العاجل والآجل، والخير والبركة والنفع للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا لما تحب وترضى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد. اللهم إنا نحمدك بالذي أنت أهله، نذكر نعماءك، نذكر آلاءك، ونشكر نعماءك، وعدلك في قضائك، وقدرتك في سلطانك، وبسطك بالجود يديك، وبسطك بالجود يديك. نحمدك يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يخيب من توكل عليه، ولا ينسى من ذكره، ولا يكل أمر من توكل عليه إلى غيره. لك الحمد حتى ترضى وإذا رضيت وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.